بعد إدانة جامعة مديري الصحف لقرار السلطات التونسية منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد ووصفه بغير المبرر وانتهاك لحرية التعبير والإعلام، دخلت نقابة الصحفيين على الخط لتستنكر الإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطة بحق الصحفيين. وإلى ذلك وعلى المستوى السياسي، وصف حزب العمال المعارض مجلس النواب الجديد بأنه برلمان الدمى المتحركة، معتبرا أنه لم يكن إلا طعنة لطموحات الشعب التونسي في السيادة. وفي بلاغ له، اعتبر الحزب مجلس نواب الشعب الجديد ببرلمان الانقلاب المنبثق عن مسار كرس النظام الشعبوي المحتكم لدستور الحكم الفردي المطلق. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد ياسين البحيري، عضو النقابة الوطنية للصحفيين من تونس. أرحب بضيفي أيضا السيد زياد الهاشمي، نائب برلماني عن حزب ائتلاف الكرامة من باريس. أهلا بك سيد زياد معنا. أبدأ معك بداية، يعني كيف يبرر هذا للسلطات بمنع الصحفيين من تغطية جلسة مجلس النواب الجديد؟ هو لا يبرر، ولكن فقط أراد قيس سعيد إعلان بداية مرحلة جديدة مع الإعلام داخل المجلس مع النواب في حد ذاتهم ونظامهم الداخلي، لأنه سبق هذا تقريبا ب 24 ساعة في مقر جريدة لابريس. أعلن التوجه العام الذي خططه قيس سعيد للبرلمان، قال لهم حرفيا أنه لن يكون كبرلمانات السابقة، أي منذ الاستقلال الآن، أنه لن يكون هناك كتل، ويبدو أنه أيضا لن يكون هناك إعلام إلا من يرضى عنه قيس سعيد والحواريين. وكان في تصريح سابق رئيس البرلمان الحالي المنصب، يعني سيد إبراهيم بودربالة، أشار سابقا لامتعاضه من تناول الإعلامي لقضايا 25 جويلية، وقال ذات يوم على إذاعة ديوان فاب، قال أنه هو غير راضي تماما، وهناك بعض المؤامرات وحاكم بعض العالمين. أصبحوا اليوم لديهم مقود السلطة فتمكنوا بها، فأول قرار قاموا به هو طرد الصحفيين من مجلس النواب، ولو أنه تدارك. هل يشكل هذا يعني سابقة؟ هذا خطر كبير. هل يشكل هذا سابقة في تونس؟ طبعا، شوف، شاء من شاء وأبى من أبى، يعني الإعلام في تونس منذ الثورة إلى حدود الانقلاب كان سلطة قوية وفاعلة، وكان يرتقي أحيانا إلى السلطة رقم واحد في تونس وليس السلطة الرابعة أصلا. يعني بعض الفلاتوات الإعلامية في تونس كانت يعني تعين الوزير وتقيل الوزير وتعين المسؤول ويقال المسؤول وتلبي يعني وترفع بعض الرؤساء. يعني نعطيك مثال بسيط، الباجي قايد السبسي هو نتاج حملة إعلامية وإزاحة وفشل المنصف المرزوقي من حملة من السباق الانتخابي، كان نتيجة حملة إعلامية أيضا. إذا الإعلام في تونس طيلة فترة ما بين 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 كان في خلينا نقول في فترة من الزمن طيلة هذه العشرية أحيانا يصل إلى مرتبة السلطة الأولى في تونس، وهذا واقع. طيب، إلى أي مدى يعكس هذا التوجه العام الواضح جدا للسلطة التوجه نحو التضييق الكبير على الحريات الإعلامية والصحفية في المرحلة المقبلة؟ شوف، هو خلينا نقتبس حتى من بعض الكلام اللي قلته، وكان لي الشرف قوله يوم 25 جويلية أمام الدبابة أمام البرلمان، قلت قيس سعيد لن يخترع يعني العجلة أو لن يصنع من عرش النووي الجديد. قيس سعيد سيطبق أقرب مثال له وإلى قلبه المثال المصري، وفعلا طبق هذا حرفيا، لأنه طيلة سنة قبل الانقلاب كانت هناك إشارات عديدة جدا أنه قيس سعيد يقتدي بعبد الفتاح السيسي في تعامله مع الإعلام مع السلطات، وكان واضح أنه يحضر إلى مصيبة. المصيبة كانت واضحة يوم 25 جويلية. إذا قيس سعيد لن يستثني أحد من مجزرة الانقلاب. بدأ
بالسلطة التشريعية وبالبرلمان، ثم ذهب إلى القضاة، ثم ذهب إلى المؤسسات، ثم ذهب إلى المنظمات، ثم ذهب إلى النقابات. قيس سعيد لن يقف أمام أحد، والمثال واضح. وقلت وأعيدها، هي حتى في يعني معركته الآن أو يعني صراعه مع السلطة الصحفية حاليا في تونس، هي مسألة وقت ثم سيذهب إلى غيرها ما من المعارك. طيب، بناء على ما أتيت عليه أو تفضلت به سيد زياد، إن كان الرئيس قيس سعيد يحتذي فعلا بالنموذج المصري الذي أصبح أمرا واقعا الآن، رفض المعارضة وإعلان المعارضة أنها لا تعترف بالبرلمان الحالي، بالتالي هل ستؤثر على شرعية البرلمان؟ هو خلينا نحط الأمور في نصابها. مبدئيا ليس فقط يعني كرأي سياسي نحن ضد هذا البرلمان وضد توجه قيس سعيد، لا، هذه المرحلة في البداية. اليوم لدينا أحكام قضائية في بطلان مسار قيس سعيد. المحكمة الإفريقية التي تعتبر وفقا لبنودها كمحكمة دستورية تونسية في حالة غياب المحكمة الدستورية التونسية، أقرت في حكم بات أنه جميع إجراءات قيس سعيد منذ 25 جويلية إلى 17 سبتمبر كلها ملغات وكلها باطلة وكلها غير دستورية. إذن اليوم بحكم محكمة، قيس سعيد بجميع إجراءاته التي أتاه من بعد 25 جويلية، من لحظة 25 جويلية وتطبيقه لفصل 80 إلى ما بعد هذا، كلها باطلة قضائياً وباطلة قانونياً وليس باطلة سياسياً فقط. هذه النقطة الأولى. البرلمان الدولي في أكثر من 6 قرارات أصدرها عن طريق اللجان المختلفة ليه قال لن يعترف إلا ببرلمان 2019. إذن ما سيأتي ما بعد 2019 فيه على أعقاب هذا هو باطل إجرائياً أيضاً. تقريباً المؤسسات الدولية المعنية بهذا أقرت أنها لن تعترف ببرلمان قيس سعيد وحطته بين معاقفين، خليني نستعمل تقريباً هو برلمان مارق وفاقد للشرعية وللمشروعية. اليوم قيس سعيد يحكم في تونس لا بالشرعية، لأنه أصلاً هو أبطل على نفسه المؤسسات المنبثقة على الدستور 2014، وهذه نقطة مهمة خليني نكملها سامحني، لأنه هو اليوم المؤسس رئاسة الجمهورية هي منبثقة على الدستور 2014، جاء قيس سعيد وفسخ هذا وهدم الدستور 2014، من جرى عنده آلياً يعني انهيار جميع المؤسسات وآلياً أيضاً انهيار مؤسسة رئاسة الجمهورية. إذن قيس سعيد فاقد للشرعية وفاقد للمشروعية. قيس سعيد اليوم يحكم في تونس فقط، وسط لي ألف سطر تحت فقط. نعم، كل ما أتيت عليه سيد زياد، ولكن رغم ذلك ألا يثير تثبيت أو المضي بهذه الخطوات بشكل ثابت بالنسبة من وجهة نظر الرئيس قيس سعيد أن الأمور تتحول لأمر واقع على الأرض؟ شوف سيدة الكريمة، الاعتراف بانقلاب قيس سعيد ومن يطلب اعتراف المعارضة بين قوسين خلينا نقول المعارضة بكلها يعني بكل أطيافها، من يطلب منا احنا مثلا في ائتلاف الكرامة اعتقد وجبة الخلاص تتبنى هذا، من يطلب منا الاعتراف بواقعية قيس سعيد اليوم بواقعية هذه السلطة التي تستعمل قوة السلاح وقوة السجون وقوة الأمن وقوة الجيش حتى ترسخ أقدامها، من يطلب منا الاعتراف بهذا كمن يطلب بالمقاومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل وكأنها يعني أمر واقع. ليه؟ يعني اليوم نحن قيس سعيد يريد أن يجرنا إلى مربع العنف ضد الدولة التونسية، ونحن هذا نرفضه تماما. لن نرفع لا ولا حجرا واحدا حتى ورق يعني في الأرض لن نرفعه أمام الدولة التونسية، لأنه هو يريد أن يجر المعارضة إلى مربع العنف. ولكن لن نعترف بقيس سعيد حتى ولو استعمل القوة الصلبة للدولة، حتى ولو استعمل القضاء، حتى ولو استعمل وزارة الداخلية، حتى ولو استعمل الجيش، لن نعترف به. من أين يستمد؟ من أين سياسياً وقضائياً؟ من أين يستمد سعيد يعني كل هذه القوة لترسيخ يعني
رؤيته ومساره كما يريد في الدولة؟ هو يستمد شرعيته فقط من الدبابة، من القوة العسكرية درجة أولى هي التي أغلقت البرلمان، وفي درجة ثانية وأقل يعني القوة الأمنية التي تقريبا هي مجموعة تقريبا 20 أو 30 عنصر هم اللي قاعدين يروعوا في جميع المعارضة، هي فرقة أمنية وحيدة إلى حد الآن يستعمل فيها قيس سعيد، هي تذهب إلى منازل المعارضين، هي تقوم بإلقاء القبض، وأيضا في درجة ثالثة أقل فتح ممر داخل القضاء تقريبا تعداده 10 قضاة وأقل، هو ماشيين ويوخروا حاليا الرقم ماشي ويتقلص. في تمرير جميع يعني هو اليوم قيس سعيد فتح ممر داخل وزارة العدل تقريبا للقضاة الذين يلبون رغباته، للقضاة الذين لا يقرؤون القانون وإنما يقرؤون التعليمات القادمة إليهم على الواتساب فقط. اليوم قيس سعيد يستمد الشرعية متاعه لا من الشارع، لأنه قيس سعيد والمفارقة هذه في 6 مرات يطلب من الجمهور متاعه أن ينزل في مظاهرات حاشدة في آخرهم داخل وزارة الداخلية وقال انزلوا واعطوني تفويض، واستعمل مصطلح التفويض على غرار السيسي، مع هذا لم ينزل إلى الشارع إلا 57 عنصر من المسرح البلدي، ثم عرف أن ليس له عمق شعبي فامتنع واعترض على الدعوة إلى الشارع. أكثر من هذا والصفعة القوية التي أخذها قيس سعيد من الشارع هي في الانتخابات الشرعية الأخيرة التشريعية مؤخرا، يعني هو صرح ب 8.8 ولكن معهد كارتر للديمقراطية قال الأدنى 2.2 والأقصى 5.3 شاركوا من الشعب، ولكن الجميع يعلم أنه لم يشارك الانتخابات 2، مما جعلها تكون موجودة ولأول مرة في تاريخ البشرية في غينيس بوك للأرقام القياسية، أنه أدنى 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 يعني مشاركة يعني اجتماعية في فوقات في تونس في عهد ماذا تبقى يعني سعيد. نعم يعني سيد زياد، ماذا تبقى للمعارضة التونسية من خيارات؟ الدعوات للحوار لم تنفع، حتى ورقة الضغط في الشارع والنزول للشارع أيضا حتى هذه اللحظة لم تنفع، ماذا تبقى لكم من خيارات؟ لا ونحن شوفنا أنا كان أول خيار لنا هو عامل الوعي، أن نلعب على مربع الوعي وهو تقريبا يعني لا يمشي بعقلية كن فيكون، يعني بسياسة التراكمات بدأنا بهذا الوعي مع الشعب. لا ننسى أنه يوم 25 جويلية كنا مجموعة قليلة من البرلمان والغالبية العظمى كانت مع الانقلاب، اليوم الصورة أصبحت معاكسة يعني، وهذا تقريبا واقع أيضا من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة. اليوم أصبحت المعارضة هي الصوت المرفوع عاليا داخل تونس، وصوت الانقلاب لم يبقى قوي إلا داخل الفيسبوك وداخل اللجان الإلكترونية. إذن المعارضة عندما لعبت على وتر الوعي وانتشاره داخل الشعب وحتى من المفارقات يعني داخل حتى الطبقة السياسية، لأنه من المفارقات هناك من السياسيين من طبل وزمر الانقلاب اليوم هو موجود داخل السجن، وهذه من المفارقات يعني حتى كان بالنسبة لنحن ليس يعني نشر الوعي داخل الشعب فقط وإنما بثه أيضا داخل الطبقة السياسية، والحمد لله نعتقد أن ربحنا هذه المعركة. ثم تأتي إلى معركة داخل الأرض وداخل الشوارع لنشر الوعي هذا والتحشيد. نعم. اليوم جبهة الخلاص هي رقم واحد في الشارع وفي التحشيد، وشفنا هذا من خلال الأرقام، شفنا أيضا هذا من خلال عصبية قيس سعيد والأجهزة الدولة ووالي تونس الذي كلما دعت جبهة الخلاص إلا وتجندوا لمحاربتها. قيس سعيد شكرا. اليوم يعتبر جبهة الخلاص هي العنصر رقم واحد في محاربته، وهذا يعني ليس يعني بالقليل لو تعلمون. طبعا شكرا جزيلا لك سيد زياد الهاشمي، نائب برلماني عن حزب ائتلاف الكرامة من باريس على هذه المشاركة.